السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة بس مباشر يا جماعة. والنهاردة هنتكلم ايه أسباب عدم دوران مروحة أو فانة اللابتوب أثناء تشغيل اللاب، وهعرفك السبب بالظبط والمروحة دي بتشتغل على أساس ايه. بصوا يا جماعة، المروحة دي شغالة على سنسور، السنسور ده بياخد الأوامر منين؟ شايفين السلكة دي اللي أنا حاطط عليها المفك دي؟ أنا عايز ايه باينة كده؟ شايفين السلكة دي؟ السلكة دي جاية من المروحة داخلة على فين؟ على البوردة، تمام؟ فهو هنا عن طريق السلكة دي اللي بتاعت الفانة دي هتلاقيهم تلات سلوك، ايه او تلات سلوك مع بعض، ازرق واصفر واسود، تمام؟ هو عن طريق التلات سلوك دول والدخلة هنا على البوردة في اوامر بيبدأ يديها له نسبة درجة حرارة معينة. لما يبدأ البروسيسور هنا درجة حرارة مثلا تعلى لحد ما كام، 5% أو 10%، تبدأ المروحة هنا إيه تدي أمر وتشتغل وتبدأ تخرج الهواء اللي إيه اللي خارج اللي طالع من هنا على بره، تمام. فهي القصة كلها المروحة مش بايظة، هي القصة كلها شغالة إيه على سنسور، والسنسور ده ليه درجة حرارة إيه معينة. ممكن تفتح الجهاز أول ما تفتح الجهاز تلاقي المروحة دي إيه ما بتشتغلش. عايز تشغلها وافتح الجهاز زي ما انا فتحت كده، ولو لقيتها مش شغاله شغل لعبه، شغل لعبه كوره، شغل اي لعبه ايه عاليه، بمعنى ان انا بقصد ان انا شغل حاجه تستهلك موارد ايه الجهاز عشان يبدا درجه حراره الجهاز تعلى فيبدا يشغل لي ايه المروحه هنا. تعالوا مثلا ندوس باور نشوف هتشتغل اول ايه، ما افتح اللاب ولا لا. انا دلوقتي ايه هفتح اللاب، دوست باور. انا بصوا الجهاز اهو شغال تمام وبيفتح. هنيجي هنا على المروحه هتلاقي الجهاز ايه المروحه لسه ما دارتش، تمام. انا عايز اجيب لكم الصوره ايه كامله عشان تتاكد من كل كلمه ايه انا بقولها لك. ادي المروحه اهي مش شغاله، وادي الجهاز فاتح ايه قدام منك اهو، تمام. فانا دلوقتي هحاول اشغل له اي حاجه عاليه بحيث ايه اقدر ان انا ايه اخلي درجه الحراره بتاعه البروسيسور تعلى فيبدا يشغل ايه المروحه. هو طالما المروحه كده مش شغاله يبقى كده درجه الحراره ايه هاديه على البروسيسور، تمام. فانا هحاول اشوف له إيه اي حاجه شغلها بحيث ايه الجهاز يشتغل. الفانه تلف، صوت طبلو مثلا ايه الفايرفوكس، للاسف ما عنديش العاب على الجهاز خالص. لسه برضو ايه ما اشتغلتش، فانا عايز اي حاجه بس ايه تشغل الجهاز بحيث ايه تبدا دي ايه تدور. يعني انا احط ايدي هنا على اهي كده، كده مروحة كده الجهاز سخن، كده الجهاز سخن اهي اشتغلت. ظاهرة كده في الفيديو، كده ظاهرة ان ايه المروحة بتلف، كده الجهاز ايه سخن. فانا حبيت بس ان انا ايه اوريك ان هي ايه عدم دوران المروحة اثناء تشغيل اللاب هي مش بايظة، هي القصة كلها زي ما قلت لك هي شغالة على سنسور، السنسور ده ليه درجة حرارة معينة. فأنا قصدت إن أنا أشغله إيه قصدت بالفايرفوكس عشان يبدأ يحس إن في إيه الجهاز بدأ إيه الموارد بتاعته إيه تشتغل، سواء رامات سواء بروسيسور، فيبدأ إيه درجة الحرارة تعلى. وده اللي حصل فعلا، مجرد ما درجة الحرارة علت بدأ يشغل إيه الفانة. تعالى مثلا إيه نطفي له العملية اللي هو شغال فيها دي ونشوف إيه اللي هيتم. انا هفصل له كل اللي شغال ده وارجع هنا ايه تاني كده واثبت ايه التليفون عليه اشوف هيعمل ايه.
والفرن زي ما انتوا شايفين اهي. وهنيجي للبرنامج اللي احنا بنسطبه، انا كده بسطب له الفايرفوكس. المفروض اللي هو ايه دلوقتي هيبدا ايه الجهاز يبدا يشغل مروحه تاني، بس هيشغل مروحه امتى؟ لما الجهاز ده يسخن. هو بدا فعلا ايه الحراره تزيد اهي، اه صح هتبدا تزيد وهيبدا يشغل ايه الفان. اهو كده خلاص، كده كده الجهاز سخن فعلا، فبدأ ايه يشغل الفان يا جماعة. لان المروحة دي ليها عدد لفات، ممكن مروحة مثلا تكون عدد لفاتها مثلا 2000 وحاجة، فهم ال2000 وحاجة دول مثلا انا فتحت الجهاز دلوقتي بسطب فايرفوكس، فبيبدأ مثلا يشغل ايه 500 لفة مثلا. فتحت مثلا بيس 2018 بيبدأ يشغل 1900. ليه؟ لان البيس والالعاب والحاجات دي بتبدا تستهلك من الموارد ايه جامد قوي، بتسخن ايه الجهاز، فيبدا يزود لك سرعه عدد ايه اللفات. ولو عايز تقيس الكلام ده على ارض الواقع، شغل لعبه وقرب ودنك من ايه من المكان ده، هتلاقي ان صوت الفانه بيزيد، صوت المروحه بيعلى جامد جدا. افصل اللعبه وشغل اي فيلم ولا اي حاجه، هتلاقي ايه في صوت بس ايه قل سنه. تمام، ودي كانت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.